أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، تحدثنا في اللقاء الماضي عن أجر من يجلس في بيته صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، وهذا الأجر أجر عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه أنه مثل أجر الشهيد. إخواني، يجب أن نسأل أنفسنا، لماذا هذا الذي يجلس في بيته له مثل أجر الشهيد؟ الجواب أن هذا الذي جلس في بيته صابرا محتسبا هو جاهد وصابر وقدم أفضل ما عنده وأحسن ما عنده، أقصى جهده، أعطى أقصى جهده. وهكذا المؤمن دائما يعطي أفضل ما عنده، سواء في حركته وفي جلوسه، في قوله، في فعله. هكذا يجب أن يكون المؤمن دائما مندفعا، معطاء. هكذا يجب أن يكون المؤمن في كل حالة من حالاته، متميزا، متميزا في حركته، متميزا في قوله، متميزا في فعله، متميزا حتى في جلوسه في بيته، لأنه يعلم ماذا يريد من كل فعل يفعله، من كل حركة يقوم بها، من كل قول يقوله. عنده أهداف ليس معدوم الأهداف. فالله سبحانه وتعالى يحبنا أصحاب أهداف، لا يحبنا كمن تتلاطمه الأمواج، كالسفينة التي تتلاطمها الأمواج في البحر، ليس لها هدف، ليس لها أفق، لا تعرف كيف تسير وإلى أين تسير. نحن كمسلمين عندنا أهداف، وهذه الأهداف لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، أن يخطط لها. هذا يا أخوان دين، هذا إسلام، لابد أن نأخذه بقوة، بعزيمة، لا أن نأخذه بكسل، لا أن نأخذه بتهاون، لا أن نأخذه مثل ما بيقول المثل بالعامي، خذ إيدك والحقني. هذا دين يا أخوان. لذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه العزيز في دلالة على أن نكون متقين تقوى عظيمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ليس تقوى جزئية آنية، إنما تقوى عظيمة في كل وقت، في كل حين، في كل ساعة، في كل وقت. اتق الله حيثما كنت، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله عز وجل في آية أخرى: فاتقوا الله ما استطعتم. يعني الناس يفهمون هذه الآية أنه الواحد يعني يتقي الله يعني كيف من كان، قدر المستطاع. لا، ما استطعتم أي ما بلغت طاقتكم ووسعكم. هكذا يجب أن يتقي الإنسان ربه سبحانه وتعالى بكل طاقته وإمكانياته. لذلك إذا نظرنا في بعض الآيات والأحاديث نرى هذه الدلالات واضحة. انظروا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام كيف يبين لنا حب الله للمؤمن القوي: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم يبين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في باب آخر
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني أن يقدم الإنسان الطيب من المال. وقال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني أن يحب الإنسان المال الذي ينفقه، لا أن ينفق مما لا يحب أو مما هو موجود مما لا يحبه، مما يحب. وهناك آيات كثيرة وحديث كثيرة حضنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها على أن نبذل جهدنا وأقصاه طالما أننا نعمل ونجتهد في هذه الدنيا حتى للدنيا. حتى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يحدثنا فيه أن الساعة لو كانت يعني تقوم الساعة وفي يد أحدنا فسيلة فليغرسها، يعني فإن استطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها هذه الفسيلة. يعني الإنسان لا يقول أنه والله قامت الساعة لماذا أغرس هذه الفسيلة، هذه الغرسة، هذه النبتة، لا فليغرسها. وهذا دليل على أن الإنسان دائما نقدام، على أن الإنسان دائما مندفع، على أن الإنسان دائما متميز. فلذلك على الإنسان أن يتفنن، أن يكون قويا، أن يكون مندفعا، أن يكون مبدعا، لا أن يكون كسولا، لأن الكسل والتهاون من صفة المنافقين. وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى المنافقين. ورب العالمين يعني وصفهم في آية أخرى أنهم إذا أتوا إلى الصلاة أتوها وهم كسالى، وإذا أنفقوا أنفقوا وهم كارهون. يعني ليس عندهم اندفاعية، ليس عندهم حب للعمل. إذا المسلم ما عنده حب للعمل، إذا المسلم ما عنده اندفاعية، إذا المسلم ما عنده قوة، إذا المسلم ما كان عنده كل هذه الأمور، ما هو متميز، ما بيستطيع ينتج إنتاج كبير وإنتاج طيب وإنتاج حسن في هذه الدنيا، ولا يستطيع أن يكون مثل ونموذج ولا قدوة. لذلك يا أخوان نحن مسلمين لابد أن نبين للآخرين تميزنا، ولابد أن نبين للآخرين حسن هذا الدين حتى يتبعوا هذا المنهج العظيم. لذلك يا أخوان كان لمن جلس في بيته هذا الذي قدم أحسن ما عنده أجر الشهيد. لذلك أخي المسلم قدم أفضل ما عندك، ابذل أقصى جهدك لتكون من المرضيين، من الذين بلغوا منازل الشهداء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.